راح بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، ولو هنقول الكلام عن مؤمن زكريا خلص، لا الكلام عن مؤمن زكريا ما بيخلص. طبعا ليه كل الدعم كمان مننا، وفي لفتة جميلة جدا مهرجان الفضائيات العربية في دورته ال 16 اللي هيقام يوم 16 تحديدا. نعم 11، ما انا قلت ال 11 16 لا في دورته ال 11 يوم 16 نوفمبر الجاري ان شاء الله هيكرم مؤمن زكريا، وهنعرف كل التفاصيل ان شاء الله. معانا بقى ضيف، هو يمكن كمان مش ضيف بالنسبه لي، احنا عشره يمكن خمس سنين كمان كنا مع بعض قبل كده، الاستاذ احمد علي ورئيس مهرجان الفضائيات العربيه. صباح الفل. صباح الفل عليك حضرتك، منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا. وطبعا عندنا تفاصيل كتير عايزين نتكلم مع حضرتك بخصوصها وعن الجديد والمختلف في الدوره دي، ولكن تعالى نبتدي بالنقطه اللي ذكرتها نهاوند، ودي حاجه برضو من الامور المستحدثه الى حد كبير في المهرجان عند حضرتك، فكره الرياضه وكره القدم ومؤمن زكريا تحديدا. طبعا يعني بدون ما اخش في حته انا اهلاوي ولا زملكاوي ولا نتكلم في الجزئيه دي، بس هي يعني ده واجبنا. مؤمن زكريا يعني حد رمز، انا بعتبره في رمز الكره المصريه، كلنا بنحبه، كل الشعب المصري بيحبه، وتقريبا يعني معظم الشعب العربي بيحبه. حاجه انسانيه، احنا حسينا ان احنا واجبنا ان احنا نبقى في تكريم على الاقل كدعم معنوي دي، ان نقدر ان احنا نقف جنبه كلنا في حاجه زي كده بسيطه، انا شايفها بسيطه جدا يعني. واتمنى يعني ان هو ان شاء الله ربنا كده يعني يقويه ويقدر يرجع تاني بسرعه ويبقى موجود معانا وفي وسطينا، وان شاء الله تبقى حاجه كده باذن الله دايما داعمين لبعض. واصل الانسانيه في الاخر، احنا كلنا الانسان لازم يقف مع الانسان طبعًا. هي دي الحياه طبعًا. يعني في الاخر احنا كلنا سكتنا واحده صحيح. فلازم كلنا صحيح. نبقى موجودين مع بعض في الوقت القوه وقت الضعف، ده لازم يبقى يحصل يعني. جميل. طب احنا بنتكلم عن الدوره ال11، واكيد الدوره ال11 اللي هي كانت مش هتتعمل، والحمد لله الامور ظبطت وهديت ومهرجان هيقام باذن الله. فايه الجديد؟ يعني اكيد السنه دي هيبقى في اختلاف، طبعا فكره تكريم كابتن مؤمن زكريا دي حاجه جميله جدا، بس اكيد في كمان اختلاف واستحداث لجوائز زي ما انا وصل لي، صح كده؟ طبعا احنا عندنا السنه دي دوره ال11 احنا عاملين ثلاث جوائز، ثلاث اقسام، يعني القسم الاول افضل لاعب كره قدم، افضل لاعب كره قدم صاعد، افضل حارس مرمى. الثلاث اقسام دول اول سنه احنا نتاح الفرصة ان يبقى في تصويت عن طريق الموقع الرسمي للمهرجان الفضائيات اللي هو satfestival.com، بيقدر اي حد يخش يعمل الفوت لافضل لاعب بالنسبة له صاعد، او افضل لاعب حالي، او افضل حارس مرمى. طبعا القسم التلات اقسام دول ليهم اسلوب معين غير بقية الاقسام، يعني احنا عندنا بقية الاقسام في عندنا تصويت بس، التلات اقسام دول في تصويت 50% وفي لجنة بتشرف على الثلاث أقسام ب 50% وبيشرف على الكنترول. طبعا رئيس اللجنة في ثلاث أقسام كابتن أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، طبعا أنا بحييه عن طريقكم، وحاجة تشرفنا أنه هو ينضم للجنة السنة دي. الحمد لله يعني إحنا بقالنا 11 سنة، فيعني اسم بقى ليجي حجمه والناس بتثق فيه، فأنا يعني كنت سعيد جدا إن أنا لما عرضت عليه إن هو يبقى موجود معانا كرئيس لجنة التلات أقسام الخاصين بأفضل كرة قدم، أفضل لاعب كرة قدم، أفضل لاعب صاعد، وأفضل حارس مرمى، رحب جدا وكان داعم جدا للمهرجان. فدول التلات حاجات الجداد بالنسبة للرياضة. طبعا إحنا لو هنتكلم عن الرياضة فدول تلات أقسام جداد. طبعا إحنا عندنا أقسام اللي هي أفضل قناة رياضية موجودة بقالها سنين من بداية المهرجان، بنتيح الفرصه لكل الدول العربيه. احنا طبعا عندنا السنه اللي فاتت كنا تقريبا 12 دوله مشاركين، بس احنا عشان ظل الظروف اللي احنا فيها حاليا للاسف احنا تقريبا يعني عدد الدول المتاحه بالنسبه لنا، يعني هنقول مثلا ممكن يكون مشاركين من الامارات، مشاركين من لبنان، الدول اللي هي في فرصه ان هم يركبوا طياره ويجوا يعني. طبعا بظل الظروف الصعبه. لكن انت بعيدا عن الجزئيه او تفصيله الرياضه باقسامها الثلاثه المختلفين، بشكل عام جوائز هذا المهرجان متقسمه ليه جوائز من النقاط او ترشيحات من النقاط والجماهير، وجوائز موجهه بشكل مباشر من المهرجان للحاصلين عليه. المهرجان عايزين نعرف من حضرتك الاليه اللي بناء عليها بتختاروا برضو. هقول لحضرتك جوائز. احنا طبعا الثلاث جوائز زي ما قلنا، في جوائز الجمهور وفي جوائز لجنه النقاد وجوائز المهرجان الخاص. جوائز النقاد احنا ما لناش علاقه بيها،
لجنة النقاد بتقول لنا والله أنا شايفة إن فلان الفلاني أفضل ممثل السنة دي، أفضل ممثلة فلان الفلانية. طبعا بتجينا إحنا ورقة من لجنة النقاد بتقترح الأستاذ فلان الفلاني، بيقول إن أفضل ممثل هو السنة دي فلان. دي ملهاش علاقة بإدارة المهرجان تماما يعني، ولا بنتدخل فيها، إحنا بناخدها بنعلنها. تمام طبعا. ولجنة النقاد عندنا رئيس لجنة النقاد الأستاذ طارق الشناوي، عندنا أستاذة خيرية البشلاوي، أستاذة ماجدة موريس، أستاذ عبد الله غلوش. لجنة نقاد كبيرة ضخمة لها ثقل مصداقيتها، إحنا ما بندخلش فيها كإدارة مهرجان. الجوائز الجمهور عن طريق الموقع الرسمي بيتم فتح التصويت لمدة شهرين اللي قبل المهرجان طبعا، وبنبتدي نعلن. احنا عندنا التصويت خلاص هيتقفل في خلال يومين ثلاثة بالكتير. عندنا قسمين اللي هو افضل مطرب عربي وافضل مطربة عربية، اتقفل امبارح التصويت عليه وهنعلن النتيجة بتاعتهم، لان طبعا لو في فرصة ان هم يقدروا ييجوا، في ممكن متاح ان ييجوا من دول تانية، فعشان نعلن النتيجة ونديهم فرصة، لان احنا المهرجان عندنا يوم 16/11 ان شاء الله. بالنسبة لبقية الاقسام في خلال الايام هتتقفل باذن الله. بالنسبة بقى لجوائز الجمهور زي ما قلنا هي التصويت، في جوائز المهرجان الخاصة، وهي إدارة المهرجان شايفة إن في عمل معين من وجهة نظرها إن هو عمل متميز، عمل متكامل، عمل فيه أبطال متميزين. هنا بقى إدارة المهرجان بتدي جائزة اسمها جائزة التميز أو جائزة التميز والإبداع. دي بتبقى حاجة شرفية بتقدمها إدارة المهرجان للممثل فلان الفلاني، الإعلامي فلان الفلاني، بناء على اداره المهرجان هي اللي بتحددها. وده احنا شايفين ان هي بتبقى تقريبا عمليه فير، لما يبقى في نقاد هم النقاد صعبين شويه، فبيبقى ليهم اتجاهات معينه وفكر معين، وبيبقى بيتكلم في تكنيكال، يعني ممكن كتكنيكال انا ما بقاش عندي الحته بتاعت الناقد نفسه. يعني الناقد بيبقى ليه رؤيه غيرنا كمشاهد او اي حد بيبقى شايف، ليه وجهه نظره. احنا كاداره مهرجان ممكن اشوفها بوجهه نظري كمشاهد، انا شايف ان ده عمل متميز، انا شايف ان فلان فلان عمل دور حلو جدا، فإدارة المهرجان بتدي الجائزة بناء على ذلك. طيب هل نقدر نقول بقى يعني، وده سؤال ممكن يبقى صعب شويه بس قول لنا. قولي انا مستني. لا احنا رحل عننا مؤخرا يعني العديد من الاسماء الكبيره جدا في عالم السينما والدراما المصريه. الدوره ال11 بقى المهرجان الفضائيات هيكون تخليدا لذكرى مين، وازاي قدرتوا تحددوا؟ فنانة القديره رجاء الجداوي. انا اعلنت من تقريبا شهرين خلاص يعني إهداء للفنانة القديرة رجاء الجداوي، ودي أقل حاجة نقدر نعملها لها. هي كانت من الناس الحريصة جدا، يعني يمكن شفتها كذا مرة في المهرجان، حريصة جدا من حضورها واستلام جايزتها دائما في السنين اللي كنا بنتصل بيها نقول لها أنت مكرمة معنا، كانت بتبقى فرحانة جدا الله يرحمها. كانت شخصية جميلة محبوبة في المجال الفني والمجال العام، كل الناس كانت بتحبها. سيدة طيبة على المستوى الشخصي، قدمت للفن المصري كتير جدا، ده اقل حاجه نقدر نقدمها لها يعني. صحيح. جميل من حضرتك وجميل من اداره المهرجان. طيب نرجع بقى لتفصيله مؤمن زكريا. يعني التكريم هل شفتوا له رؤيه معينه؟ هل هيشتمل على امور معينه ممكن برضو تحلي لحظه التكريم، من عينه اغنيه مثلا، من عينه احنا عرض للاهداف وال يعني هنعمل زي فيلم كده قصير، يعني هيبقى فيه مقتطفات من المباريات اللي قام بيها، الاهداف هنعمل له حاجه بميوزك معينه كده شكلها حاجه راقيه، يعني حاجه تخليه يبقى موجود معانا، يبقى مشارك معانا، يعني اعتبر انا بعتبر ده ان هو شريك معانا في الحدث، لان واجبنا ان احنا نبقى موجودين مع بعض في وقت زي ده. جميل. اقل حاجه انا شايفها وحاجه ان شاء الله تبقى حلوه، مش عايزين نحرق كل المفاجآت. طيب معلش انا اسئلتي غلسه شويه. انت واخد عليها من زمان. أنا بحكي لك اللي البعض كان بيقوله، يعني لما جه تم خلاص الحديث إن مهرجان الفضائيات جاي، البعض كان بيقول، أنا بجد بنقل لك الصورة، طب ليه مؤمن زكريا؟ هل هو علشان دلوقتي ده هيزيد من رصيد المهرجان إن هو يكرمه فتم اللجوء لده؟ فأنا عايزة أرد على هذا الأمر. والله أنا أصلا ممكن ردي يزعل، بس هو أنا يعني هو المهرجان بصراحة مش محتاج رصيد، يعني هو المهرجان واخد رصيده مش على مستوى محلي بس، مهرجان عمل اسم كبير جدا، من اهم المهرجانات على مستوى الشرق الاوسط حاليا. يعني ده مش كلامي على فكره، انا حتى كلامي هبقى مجروح ان انا اقول الكلام ده، يعني رايي في الاخر انا بقوله باللي انا بسمعه،
دي شهاده. ويمكن انت برضو رديت في بدايه الحلقه لما ذكرنا كابتن مؤمن زكريا، انت قلت دي حاجه انسانيه كلنا لازم نتكاتف ونعملها. فاعتقد المشاعر دي موجوده مش بس عند نتكلم جمهور الاهلي ولا عشاق الاهلي اللي هم 80 مليون، احنا بنتكلم مصر كلها. خليني برضو اقول لك انا ارجع تاني للنقطه، كله كان بيشعر باللفته الانسانيه دي. هقول لك النقطه بس عشان ابقى ردي على السؤال صح. اتفضل. لو انا هشوف اكلم رصيد وعايز ازود رصيد المهرجان اكتر، في طرق تانية ممكن استخدمها. ممكن اجيب نجم مثلا عالمي من بره واجيب له راعي يتكفل بان هو يجيب الضيف دون طياره خاصه يجي، هي هزود عدد الرصيد. لا بس مؤمن هيزود الرصيد احسن. طبعا طبعا طبعا. انا عايز اسالك على الدورات. الله يخليك. الدورات اللي فاتت كلها طبعا كما تعودنا من المهرجان بيكون في حضور مكثف جدا من رؤساء القنوات الفضائيه، من اعلاميين مشهورين، من فنانين وفنانات مشهورين، وكم كبير جدا من البشر. هتعملوا ايه السنه دي بقى في ظل جائحه كورونا والاجراءات الاحترازيه؟ اكيد برضو النقطه دي اكيد متاخده في الاعتبار. احنا عاملينها بقى بشكل كده تحبه. يعني احنا مثلا عاملين كمامات عليها اللوجو بتاع المهرجان، عاملين للرجاله وعاملين للسيدات. السيدات عاملين لهم الحركات اللي بيحبوها، الدلع ده، ورجالي بلاك بقى وعليها اللوجو باللون الجولد. فده اول بيبقى في الانترنس مثلا وفي الجيت وانت داخل بتستلم الكمامه. عاملين هاند جل والستريليوم لكل الضيوف اللي جايين. عاملين تباعد في الترابيزات 2 متر بناء على التعليمات الاحترازيه بناء على السيد رئيس الوزراء لما اعلن القرار. هنمشي بالقرار تفصيليا بالظبط. القاعه كلها هيبقى فيها تعقيم كامل. هيبقى في اشخاص واقفين بيقيسوا درجات الحراره قبل الدخول، لو في درجه حراره عاليه هيستبعد مش هيدخل القاعه. هنمشي على كل القرارات الاحترازيه المتفق عليها عشان نبقى في امان ان شاء الله. الحضور، الحضور انت السنه دي عامله، يعني كل سنه بيبقى ما شاء الله ناس كتيره جدا جدا حاضره. هل الموضوع ليميتد المره طبعًا دي؟ طبعا. احنا السنه دي هنقتصر تقريبا على المكرمين وعلى بعض الضيوف اللي جايين من بره مصر. لان طبعا احنا السنه اللي فاتت قلنا 12 دوله مشاركه في الحدث. السنه دي احنا بنتكلم في دولتين تقريبا. فالعدد طبعا كده كده احنا القاعه بتاخد تقريبا 1800 شخص، هي الكاباسيتي بتاع القاعه بتاخد 1800 شخص. احنا تقريبا 25 ل 30% من القاعه اللي هتبقى المساحه بتاعتها من الضيوف اللي موجودين. طالما حديثنا مستمر ومهرجان الفضائيات والضيف وكمان الصديق استاذ احمد عليوه، وبما بقى ان احنا اصدقاء انا هسالك كل الاسئله براحتي. بس هم لازم يبقوا عارفين احنا اصحاب عشان ما يفتكروش يعني ده من العشم. والله يا جماعه ده من العشم مش غلاسه. لازم نعمل برضه جو في الحلقه يعني. طبعا. لا بس والله علشان في كلام بيتقال ومش في الداخل بس، في كلام في الخارج كمان، يقول لك طيب ما بعض الجوائز لبعض المهرجانات اللي بتقام مثلا مدبره او بلاند قبلها، او ممكن يكون مثلا بيتبعت للشخص لو انت عايز تدفع مبلغ معين. كل ده بيحصل ومش في مصر، انا بتكلم بيحصل في العالم. فازاي حضرتك بترد على القصه دي لو حد وجهها على مهرجان الفضائيات؟ هو انت لما قلت لي في الفصل انا عايز اسال السؤال ده قلت لك ايه؟ اسالي براحتك صح؟ انا خدت الاذن اهو برضه عشان ما حدش يقول اني مفتريه من الناس. طب انا بقى اجاوبك اجابه بسيطه الاول كده يعني ككوميكس تمام؟ يا استاذ كريم اسمعني في الحته دي. انا معاك اهو. عارفه لو الكلام بقى ده يعني بيحصل فعلا انا كنت زماني مليونير دلوقتي، والعربيه اللي تحت بقى البورش واقفه يعني. هنشوف انت جايب ايه. والله انت انا لقيت العربيه اللي تحت دي بيطل على الشارع وهنعرف النوع. هنعرف ممكن تسالهم على فكره كلهم عارفين. بص الحمد لله انا بس يعني عايز اقول حاجه، انا بعتبر مهرجان الفضائيات قصه كفاح كبيره قوي، وافتخر ان انا احكيها لاولادي. بتكلم بجد، هي كانت عباره عن فكره في سنه 2007 جات لي وحبيت ان انا اكبرها وانميها لان كنت مقتنع بيها. قصه كفاح ومبادئ وقيم اتربينا عليها. انا من شبرا مصر يعني ابن بلد، والدي ربنا على الجدعانه وفي حاجه اسمها مبادئ والاصول. فانا رافض مبدا ان يبقى في حاجه ملهاش قيمه عندي في حياتي. يعني حتى في يوم من الايام انا قدام نفسي هحتقر نفسي. فالجزئيه اللي حضرتك بتتكلمي عليها دي جزئيه حساسه وصعبه جدا، بالذات في الامور الخاصه بالمهرجانات والاحداث الكبيره، بالذات بعد ما بتعمل اسم كبير. صح. انا شايف ان احنا الحاجه زي كده لما انا يعني ممكن كان يبقى في على مدار السنين اللي فاتت ان يبقى في كلام عليها، حبينا ان احنا نعمل
لجنه بتشرف على الحدث زي لجنه النقاد الكبار اللي انا قلت اسمائهم في قبل الفاصل، البرقصة سلطان الشناوي، ده بالنسبه للمجال الفني بيشرف على التكريمات وهم اللي بيعلنوا على التكريمات. حضرتك ممكن تجيبي اي حد على التليفون تقولي له استاذ احمد سيد الجائزه بتاعت فن فني مين هيفوز بيها، هتلاقيه هو اللي بيتكرم في الجائزه. انتوا عندكم لجان مش قصه بس اختيارات يعني. التصويت احنا كنا من فتره اعلنا دايما بيحصل في الدول العربيه ان التصويت بيبقى فيه لجان الكترونيه، بيبقوا عايزين هم يكسبوا مطرب معين عربي بره يعني في الدول الخارجه بتاعتها. احنا اول ما بنحس ان في لعب وبيبان عندنا على فكره بنحجب الجايزه. هي اللي انتوا بتعملوا كده. وعلى فكره يعني كون ان دي الدوره رقم 11 لمهرجان الفضائيات العربيه فده ترسيخ لفكره ان ده مهرجان محترم بطبيعه الحال، ولكنه لا ينفي ان في كتير جدا جدا من الاحوال طبعاً. في مهرجانات مش قادر اقول لك طبعا طبعا كم من عامله احنا بنسمع كل يوم حاجات غريبه. انا يعني على مدار السنين اللي فاتت بحكم تواجدي في مجالين سواء الاعلام او الفني فانا كنت شاهد حتى على كتير من اللعب اللي حضرتك بتتكلم عليه. أيوة. وانعدام تام للمصداقيه واكيد اتعرض عليك حاجات يعني عموما يعني انا عندي تحفظات كتير قوي الحقيقه. أيوة. على تفصيله المصداقيه. أيوة. وساعات بيبقى الموضوع فج قوي لدرجه ان انت تبقى مندهش اللي طالع يتكرم ده وهو عارف ان العمليه فرحان قوي وسعيد قوي وسعيد وفرحان. لا انا بتفق معاك انك انت بعيد عن الحته دي هو خلاص. واحنا خلينا نقول حاجه كمان، لو المهرجان ملوش اسمه وليه مصداقيته وثقله والجائزه دي ملهاش قيمه انتوا ما كنتوش هتستضيفوني النهارده اجي معاكم في الحلقه وابقى موجود معاك. هو اصلا انا اقول لحضرتك على حاجه، فكره ان انا ابقى نجم مثلا في اي مجال اعلام او رياضه او فن وانا دافع علشان اخد جايزه بجد انا بحترم نفسي ازاي؟ صح. او ادفع عشان اطلع ترند على تويتر انا بحترم نفسي ازاي؟ انا اللي يعليني هو الناس ما علونيش خلاص. صح. لكن انا ما بفهمش بصراحه الناس دي. صح. والله العظيم. أيوة ما بفهم. أيوة. ده موجود على فكره في العالم كله يعني موضوع بيع الجوائز ده واحنا نعرف ناس برضه يعني ونعرف ناس طبعا كتير. انا صريحه قوي صريحه جدا. انت كده ما تعزمنيش المهرجان. انا اقترح ان احنا نقفل الحوار. أيوة على كده وبارك الله في برزق ولا ايه رايك؟ هتزعل مننا. بارك الله في برزق. شم ال طيب يعني الحمد لله. انا عايز اقول حاجه اخيره بس انا بعتز جدا بالجائزه حتى بشكلها. انا محطوطه على مكتبي في شغلي الجائزه بتاعت مهرجان فضائيات انا بعتز بيها جدا لان عارف قيمتها. طب والله العظيم انا في فنانين شباب متميزين جدا الاقيهم منزلين على صفحاتهم حصلت على كذا مدار كذا سنه يعني والله منزلين على صفحات نفسي امسك الجائزه دي واطلع على الستيج ده والله سادي. فنانين موجودين وربنا وفقهم السنه دي وغالبا ان شاء الله هيبقوا موجودين معانا. قال كده على صفحته لو رجعت بالزمن شويه رجعت على صفحته على الفيسبوك هتلاقيه منزل الجائزه وبيقول اتمنى ان انا اوصل. بص الناس بتفهم يعني الناس فاهمه وبتحس بالحاجه يعني انت حضرتك لما بتشوف حاجه قدامك هتعرف قيمتها فيها لعب فيها غش فيها مجاملات هتعرف تقيم انت هتعرف تقيم العمل اللي في منطق عام بيحكم الامور. بالظبط. صحيح. انت وانت قاعد كده ممكن بـ 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 يعني بتفكيرك ايه العمل الدرامي اللي عجبك السنه دي ممكن تقول لي في رمضان؟ انا شخصيا بص انا ما تابعتش الكم الاكبر من المسلسلات وكنت زي ملايين المصريين اللي كانوا بيتفرجوا على مسلسل الاختيار بصفه دايما اختيار و100 وش اوكي والباقي ما تابعتوش قوي. انا الاثنين دول عاجبني قوي بس انا عشان ما تابعتش فمش قادر اقول لك. طبعا طبعا مسلسل الاختيار هو هيبقى بره المنافسه لان مسلسل الاختيار ده عمل وطني هي طبعًا. قصه طبعا الشهيد احمد منسي فدي حاجه وطنيه. طب 100 وش هيكسب؟ 100 وش هيكسب طبعا لان 100 وش اصلا مسلسل مكسر الدنيا نسبه مشاهده ولغايه دلوقتي واخد اعلى نسب التصويت. احنا طبعا لسه ما قفلناش التصويت بس واخد اعلى نسب التصويت فالمسلسل يستحق. حلو جدا. يستحق فكر جديد وشكل جديد ورؤيه جديده عمل مخرجه كبيره يعني انا بحبها جدا طبعا وانتاج ضخم يعني بنتمنى لك كل التوفيق في الدوره الجديده من مهرجان الفضائيات العربيه. انبسطت جدا وجود حضرتك معانا وان شاء الله نرجع نلتقي على خير قريب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق يا استاذنا. الله يخليك. والله العظيم اتمنى لك كل التوفيق. انا بتفائل لما ببقى معاكي في الحلقه. ايوه كنت معايا من كام سنه والمهرجان وقتها كان نجح والقناه اللي انا كنت فيها انا كمان خدت افضل ان شاء الله برضه قناه الاهلي تاخد افضل قناه رياضيه باذن الله.